في هذا الأسبوع من جديد هوليوود سنصحبكم إلى العرض الأول لفيلم أنابيل كرييشن في مهرجان لوس أنجلوس للأفلام، ثم إلى العرض الأول لفيلم ويند ريفر في لوس أنجلوس. بعد ذلك يعلن كريس برات وأنا فارس انفصالهما، ويوم تايلر سويفت في المحكمة قد حل أخيراً. لدينا السبق الصحفي، كما أن الفائزة بجائزة غرامي شينيد أوكونر أصدرت نداء عاما لطلب المساعدة. ثم سنسلط ضوء على نجم ويند ريفر جيريمي رينر. كل هذه المسجدات وأكثر بعد قليل، لكن أولا فلنلقي نظرة على السجادة الحمراء. أولا سنصحبكم إلى عرض نيو لاين لفيلم أنابيل كرييشن في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي. After Samuel and I lost our daughter, we prayed to see our girl again. The contact started small, but then she wanted permission to move into the doll. We soon realized it wasn't our daughter, so we locked it away. توقف النجوم لالتقاط الصور من أجل ضيوفهم، وكان أحد الممثلين مخيفاً أكثر من الباقين. بالنسبة لأنتوني لاباغليا، الإضاءة هي كل شيء. It's creepy. Depends on the light. Some light it's like other lights it's like that thing's alive. Its eyes are following me. ظهرت ستيفاني سيغمان بعد ذلك. هل كانت خائفة؟ You don't see it coming. And that's I think that's what makes a scary movie scary. ذكرتنا لولو ويلسون بثورا بيرتش الصغيرة. هل تحب أفلام الرعب؟ Well, I actually love scary films and everything scary. So just that experience made everything fun, and I loved working with everyone in the cast. أراد المخرج ديفيد إف ساندبرغ أمرا واحدا لجمهوره. To be very, very scared. Yeah, I mean, I think this is yeah way scarier than even the first one. Sister, you always say that even though we can't see God, we can feel His presence. In this house, I feel a different kind of presence. An evil one is coming after me. سنصحبكم الآن إلى العرض الأول لفيلم ويند ريفر في سينما يونايتد آرتستس. I'm Jane Banner, FBI. That's Corey Lambert. He's the one who found the body. Didn't you people get the memo that it's spring? Welcome to Wyoming. How far do you think someone could run barefoot out here? I knew that girl. She's a fighter. This is a homicide. كانت ليلة لا تنسى في لوس أنجلوس المشمسة. تحدثت إليزابيث أولسن معنا أولاً. Taylor has an incredible ability to create scripts that are very forward moving, that keep you on the edge of your seat, but they never lack a depth of character and they never lack a grounded story. He has a hyper raw, realistic, authentic quality to his writing, to the worlds he wants to capture. كان لدى جون بيرنثال كلمات لطيفة عن المخرج صديقه. You know, he was an actor, you know, so he works with actors, you know, he understands that language. He understands when to come on strong and when to back off. He gave me unbelievable amounts of freedom in this job, which I'm really grateful for. At the time, kind of horrified me, but, you know, he knows what he's doing. I think Taylor's going to be around for a long time, and I think he's going to be a very important director in the canon of American film. You don't think I can make it? I'm out here. You cannot blink. Not once, not ever. Hey, FBI! Get your hand off that weapon! انفصل الزوجان الشيران كريس برات وأنا فارس قانونياً. أصدر الثنائي بياناً مشتركاً على تويتر يقول إنهما شعرا بالخيبة وحاولا إصلاح علاقتهما لوقت طويل جداً. ظهر الاثنان في مسلسل أنا الكوميدي مام في وقت سابق هذه السنة، ولديهما ابن في الخامسة اسمه جاك، وقد طالبا بالخصوصية خلال هذا الوقت العصيب. بينما لا نعرف حقيقة الانفصال، سمعنا أن ساعات عمل كريس الطويلة والوقت الذي يمضيه بعيداً عن المنزل ساهما في توتر العائلة. نتمنى الأفضل للعائلة.
حضر 60 من المحلفين المحتملين جلسة تقييم في دنفر كولورادو، وكانت تايلور سويفت في الصف الأول. اتهمت المغنية الفائزة بجائزة غرامي المذيعة العاملة في دنفر ديفيد ميولر بتحسسها حين كانت في 23 قبل أكثر من 4 سنوات، والآن وقد حظيت أخيرا بيومها في المحكمة. كانت تايلور حاضرة مع والدتها أندريا ومحاميهما. سمعنا أن ديفيد جلس بالقرب منهما وأدار ظهره لهما طوال الوقت. من بين 60 مرشحا تم اختيار 8 فقط لهيئة المحلفين. شمل الاستبيان المؤلف من 15 صفحة للمحلفين أسئلة عن موسيقى تايلور، وسألوا إن كانوا حضروا حفلاتها أم لا. وازداد الأمر سوءا إذ قام ديفيد بمقاضاة تايلور لخسارته وظيفته بعد اتهامها له بتحسس جزء حساس من جسدها في حزيران يونيو عام 2013، وهي تدافع عن نفسها وتقول إنها لم ترحب بلمساته وعليه أن يدفع ثمن أفعاله. وقد أجابت تايلور عن الأسئلة تحت القسم خلال المحاكمة. نايومي واتس وبيلي كرودوب يصنعان موسيقى سحرية معا، على الأقل هذا ما نسمعه. أصدقاء ثنائي الجديد يقولون أن العاشقين في مراحل مبكرة، لكنهما مغرمان حقا ببعضهما. إنها علاقة رومانسية غريبة من حيث إنهما يمثلان معا في مسلسل نتفليكس الجديد جيبسي، حيث يلعبان دور زوج وزوجة يمران بوقت عصيب في زواجهما. حسنا، من وقع الكلام هما لا يمران بوقت عصيب. ارتبطت نايومي سابقا بزوجها السابق ليف شرايبر ل11 عاما، ولديهما صبيان في 10 و8 من عمرهما. لدى كرودوب ابن من زوجته السابقة ماري لويز باركر، وقد ترك ماري لويز حين كانت حاملا في الشهر السادس بطفلهما ليبدأ علاقة مع كلير دينز، وانفصلا بعد 4 سنوات. أصدرت شينيد أوكونر مناشدة للمساعدة. نشرت مغنية Nothing Compares هذا الفيديو على صفحتها على الفيسبوك والذي استنفر الجميع. في الفيديو الذي تبلغ مدته 12 دقيقة، تقول شينيد إنها تريد الانتحار وتعيش حاليا في نزل ترافيلوج في نيوجيرسي، وهذه ليست المرة الأولى بالنسبة للنجمة التي لطالما كافحت المرض العقلي، حيث شاركت أفكارها المتعلقة بالانتحار مع الناس. وقد هددت في الانتحار في رسالة نشرتها على الفيسبوك في عام 2015. في الفيديو الأخير أخبرت أصدقائها وعائلتها أنها وحيدة جداً، وطبيبها النفسية وألطف رجل على وجه الأرض هو وحده بجانبها. تم تشخيص إصابة شينيد رسمياً بمتلازمة القطب الثنائي عام 2003. تزوجت شينيد 4 مرات ولديها طفل واحد من جميع أزواجها السابقين. نأمل أن تتلقى الفائزة السابقة بغرامي المساعدة التي تحتاجها خلال هذا الوقت المليء بالتوتر. يحاول براد بيت وأنجلينا جولي إيقاف إجراءات طلاقهما. تقول مصادر مقربة من النجمين إنهما غير مستعدين لإنهاء زواجهما بعد، وإن الكثير قد تغير. ثمة تغيير واحد مؤكد، وهو توقف براد عن الشرب. أخبر براد أحد المدعين أنه رغم أنه يكون جاهزاً للذهاب إلى موقع التصوير وهو مستعد للعمل، إلا أن احتساءه للخمور خرج عن السيطرة. في مقابلة منفصلة قالت سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة أنجلينا إنها انتقلت وأولادها إلى منزل فخم كلفته 25 مليون دولار في لوس أنجلوس، وكانت هذه قفزة كبيرة للأمام. لا يمكننا أن نمنع أنفسنا من الانحياز لهذين الاثنين. لدى براد وأنجلينا 6 أبناء، وقيل لنا إنهما يريدان التأكد من انتهاء علاقتهما حقاً قبل إنهاء عائلتهما. لا يمكننا لومهما على ذلك. إحدى العلاقات الرومانسية التي لن تعود حتماً هي علاقة أفريل لافين وتشاد كروجر. تطلقت مغنية سكيتر بوي ومغني نيكل باك الرئيسي في عام 2015، والآن نسمع بوجود رجل جديد. بدأت الأحداث حين تم تشخيص إصابة أفريل بمرض لايم قبل 2 عامين، وكانت طريحة الفراش ل5 أشهر ولم تستطع الحركة، وواجهت صعوبة في القيام بالأمور اليومية. ساءت علاقتها مع تشاد في الوقت نفسه تقريبا، والآن سمعنا أنها بصحة جيدة وسعيدة وعلى وشك البدء بعلاقة عاطفية جديدة مع المنتج الموسيقي جي آر روتم. في هذا الأسبوع سنسلط الضوء على نجم ويند ريفر جيريمي رينر. درس الممثل الذي ترشح لجائزة الأوسكار علم الجريمة في الجامعة، الأمر الذي أعده بلا شك لأدوار رائعة كممثل. أدى جيريمي البطولة في كل شيء، من بيبر دراجونز وفيش إن بارل وسوات، وكانت نور كونتري و 28 ويكس ليتر وذا هيرت لوكر وثور بداية أفلامه الناجحة جدا على شباك التذاكر. من هناك جاءت ميشن امبوسيبل وذا افنجرز وذا بورن ليجاسي وأمريكان هاسل. آخر أفلام جيريمي كانت أجزاء جديدة من ميشن امبوسيبل وأفنجرز، والتي ما تزال في مقدمة أذهان الجميع بينما يستعد للترويج لأحدث أعماله ويند ريفر. انجذب جيريمي للمشروع على الفور. I look for like insular worlds like this, where it's a very specific sort of landscape to tell a story. Maybe that's been told, just be told in a different place and space, and has a different emotional content to it, perhaps. And I love the character and all the characters really.
Just found it to be a very interesting sort of way to tell this very simple story, really. And I love that it's character-driven, and there's a lot of the emotional content that I resonate with as a father. And so it was deep, it was complicated, it was rich. ماذا يمكن للجمهور أن يتوقع؟ There's a beautiful journey that especially Corey goes through too. There's a sort of cathartic healing. And you kind of are let off the hook and can feel good and walk out of the theater and feel good. And that's what's most exciting to me. Ultimately, outside of going through the journey and hopefully people fall for these characters that have been through, gone through so much adversity. But it kind of makes a statement about that the adversity in the fight is worth it. This isn't the land of backup, Jane. This is a land of your on your own. Oh, my God. Wolves don't kill unlucky deer. You kill the weak ones. تستعد كيت بلانشيت لتمثيل دور العمر لتجسد دور الممثلة الكوميدية المضحكة لوسيل بول في لوسي أند ديزي. سمعنا أن آرون سوركن سيخرج فيلم السيرة الذاتية لاستوديوهات أمازون. ما زال عليهم العثور على من يجسد دور ديزي أرناز، لكننا سمعنا أن خافير باردم على القائمة المختصرة. لم نسمع شيئاً عن من سيلعب دور جريهما وصديقيهما المفضلين فريد وإيثل، ابن لوسي وديزي، لوسي لاكنبيل وديزي أرناز الابن، على علاقة مباشرة بالإنتاج، وتحدثا بصراحة كبيرة بشأن حقوق قصص أبويهما منذ وفاتهما. إليكم الحقيقة الممتعة، لوسي وديزي أنشأ شركة إنتاج أسمياها ديزي لو، وقد ساعدت على إطلاق مسلسلات مثل ستار تريك إلى الفضاء. ناتالي بورتمان تتفاوض لتلعب دور بطلة ركوب الثيران ريلين جاكسون في الفيلم القادم برونكو بيل. حتى الآن تراي ستار على وشك تمويل المشروع مع انتظار أنا روز هولمر لتقوم بإخراجه. نحن نتوقع تاريخ إنتاج لعام 2018 لفيلم برونكو بيل، وهذا مثالي بما أن ناتالي لديها فيلم آخر يدعى أنيهيليشن سيعرض في فبراير شباط. يحتوي برونكو بيل على الكثير من العواطف وتتم مقارنته بفيلم روكي نسائي. نحن متشوقون لذلك. جوش ديوهامل سيعمل كمخرج في بادي جيمز القادم لصالح استوديوهات المصارعة العالمية WWE. نجم ترانسفورمرز سيجلب أصدقائه معه في الفيلم. سمعنا أن داكس شيبرد وكيفن ديلون وأوليفيا مان وجيمس رودي ودام باكيدال سيمثلون فيه. يعد ذا بادي جيمز أن يكون مضحكاً كمجموعة من أصدقاء في الثلاثينيات سيلتئم شملهم للعب ألعاب ذهنية وجسدية تقربهم من بعضهم البعض. سيبدأ التصوير الأولي لفيلم ذا بادي جيمز هذا الشهر في فانكوفر في كولومبيا البريطانية. في هذا الأسبوع من العد التنازلي لشباك تذاكر دور السينما في هوليوود سنشاهد أنابيل. قد بدأنا. في المرتبة الخامسة فيلم جيرل ستريب مع 6,400,000 دولار. If you are going to come along with us, please refrain from saying things like preach or go girl or any other colloquialisms that you may have looked up on Urban Dictionary. Girl, bye. في المرتبة الرابعة The Dark Tower مع 7,500,000 دولار. It's you. You're a gunslinger, right? There are no gunslingers. Not anymore. في المرتبة الثالثة The Nut Job 2 مع 8,000,000 دولار. I should have booped his cute little nose. Don't call me cute. في المرتبة الثانية Dunkirk مع 10,500,000 دولار. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. There's no hiding from this sun. وفي المرتبة الأولى Annabelle Creation مع 36,500,000 دولار. Because I'm the weakest. You help me. What do you need? تضم فقرة أيادي ميلاد نجوم هوليوود لهذا الأسبوع المشاهير الذين سيبلغون ما بين الأربعين وحتى الثمانين. بلغ نجم غريس أند فرانكي مارتن شين 77، ونجم بات سانتا 2 بيلي بوب ثورنتون 62، ونجمة فرقة سبايس جيرل جيري هالويل 45، ومخرج سبوكي إم نايت شيامالان 47، والنجمة شارليز ثيرون 42، ونجم إكس فايلز ديفيد ديكوفني 57، ومنسقة الأغاني من لوس أنجلوس سامانثا رونسون 40، وأسطورة الشاشة داستن هوفمان 80.